اهلا فيكم مشاهدنا من جديد. طبعا اليوم 14 ايار 2018، هذا التاريخ بدل على عمل انساني كثير كبير اللي هو التبرع بالدم، وبعرف قديش الناس هي بحاجة كثير اوقات بلحظة يمكن مرض او بلحظة حادث او بلحظة ضعف، هي بحاجة لحتى تحصل على دم، وقديش في ناس يمكن بتبلش يمكن تنادي عبر الواتساب، صارت درجة هلا نحن بحاجة لأ بوزيتيف ولأ بي بوزيتيف. مشان هيك اليوم العالمي للتبرع بالدم هو عمل ضروري وإنساني، وهذا كمان بحفز كل الناس اللي هي قادرة أنها تعطي من دمها لحتى تساعد الآخر، أنه لازم تقوم بهذا الواجب. بعرف إليان يمكن أنت عشتوا هالتجربة بالبيت الأسبوع الماضي، مشان هيك كمان يمكن كيف ثاقبت أنه عم نحكي اليوم العالمي للتبرع بالدم. خبرينا يمكن كيف أوقات تقدر تحصل بأي بيت أنه بحاجة لدم، ويمكن بتصيروا تدقوا للمراكز المختصة أو غيرها. عفوا، كتير مهم كريستين أنه كل حدا منا اللي بيقدر أكيد يتبرع بالدم أنه يودع اسمه بالمراكز المختصة لهيدا الموضوع، إن كان جمعيات، إن كان من الصليب الأحمر، إن كان بأي مكان أو بأي مستشفى، لانه ايام بتوصل الحاله انه تتازم. صحيح. بكون بحاجه لكثير دم، واكيد بالمستشفيات ما بيقدروا يامنوا الدم غير انه يكون في بديل. صحيح. لالهم خصوصا بعد الفئات اللي هي صعبه. فانا بدعي كل شخص انه بيقدر يتبرع بالدم ما يتردد بالموضوع، لانه مش بس بيكون عم بفيد غيره، عم بفيد حاله كمان، لانه هذا الشيء كثير مهم للجسم ببعض الاوقات انه نحن نتبرع بالدم. ونحن وياك كمان اليان هلا رح نطلع اكثر على هذا الموضوع مع الصليب الاحمر، لانه بعرف حتى الصليب الاحمر له دور بارز بتحفيز الناس للتبرع بالدم. ورح يكون معنا كمان مباشره على الهواء اتصال مع الاستاذ جورج كتاني اللي هو امين عام الصليب الاحمر. رح ناخذ الاتصال هلا مع استاذ جورج. الو، صباح الخير. الو، بونجور، صباح الخير استاذ جورج. صباح الخير. مثل ما بنعرف انه اليوم العالمي للتبرع بالدم، وحضرتك كأمين عام الصليب الاحمر، فيك تعطينا فكره شوي عن الموضوع، كيف ممكن حيلا انسان بحاجه او بده يتبرع على الدم، شو ممكن يعمل لحتى يروح يتبرع؟ أول شيء في آلية صحية وقانونية محطوطة ب 13 بنك دم. بتعرف الصليب الأحمر عنده 13 مركز لنقل الدم. نعم. هؤلاء 13 مركز موجودين بحلبة، بطرابلس، بجبال، جوني، أنطلياس، جميزة، سبيرز، وشوف، وجنوب، نبطية، صيدا سور، وزحلة، ورشايا. هون بيجي المتبرع في ابلكيشن، في استماره بدي اعبيها. هذه الاستماره بتبين اذا قادر يتبرع بالدم ما لا، في اسئله معينه خاصه فيه هو بيعبيها، بفوت وبيعبيها على الرواق، وبيصير في فحص دم، بينسحب الدم في حال قادر يسحب، وفحص الدم بينعمل بالمعايير منظمه الصحه العالميه يلي بتخلي الدم يتاخذ ويتوزع على الصليب الاحمر. نعم. على كل المستشفيات من الصليب الأحمر. نعم، يعني الشخص اللي بحاجة أنه بده يتبرع بالدم بيروح على هالمراكز بيتبرع بالدم. صح. ونحن بحاجة كتير لأشخاص تتبرع بالدم. نعم. وهيدي نقطة كتير أساسية بتخلينا نقدر نلبي المستشفيات وكل المواطنين، لأنه فحص الدم بالصليب الأحمر مجاني. نعم. والوحدة الدم يلي بتكلف بحوالي 100 دولار مينيموم بتكون مجاني، بياخذها المواطن مجاني. نعم. استاذ جورج، هل اللي بده يحصل على يونيتين الدم ضروري نعم. يتبرع بمقابلها لحتى يقدر ياخذ مثل المستشفيات، ولا ما في هالمعادله بالصليب الاحمر؟ نحن بنحط ضروري تضل عندنا متبرعين. نعم. تضل عندنا دم احتياط، بس من مبدا نحن عم نعطي كثير ناس بلا بالمقابل. يعني اليوم حسب الوضع بنقول له اذا عندك حدا من قرايبك من اهلك بيتبرع بالمقابل بكون احلى، تضل عندنا احتياط. نعم. بس بالمبدا لا، يعني بنحط هالشرط نحفز الاهل يتبرعوا. اليوم بالمبدا اللي مش قادر يعني ما فينا ناخذ معنا. طبعا باليوم العالمي للتبرع بالدم استاذ جورج، شو بتقول للمشاهدين، كيف بتحفزهم فعلا ليروحوا يعطوا من دمهم من اجل خلاص شخص ثاني؟
يعني انا بقول له نقطه من دمك بتخلص حياه انسان. اليوم قد ما فيك تتبرع بالدم، في اليه للتبرع بالدم وقادر تتبرع بالدم، اول شيء بتساعد كثير لكل شخص محتاج للدم. العمليات القلب عم تزيد، الجلسات عم تزيد للمرضى، كل العمليات الثانيه عم تزيد وعم تطلب منا نأمن دم قد ما فينا، اضافه لحوادث السير وحوادث المنزليه وحوادث صحيح. العمل. بقى بنتمنى من كل مواطن يتشجع ويجي يتبرع بالدم، لانه الاستماره المحطوطه ما يعتلها بتفرجيه انه اذا قادر يسحب دم ولا مش قادر. نحن بحاجه اشتغلنا على المعايير الدوليه على نوعيه عاليه جدا ومحترمه دوليا بنسحب الدم ونعمل فحص الدم. نتمنى على المواطن يتبرع بالدم، لانه في انسان شو ما كان لونه، شو ما كان دينه، شو ما كان طيفته، شو ما كان منين ما اي مجتمع كان، بحاجة لدم. علينا نلبيه ونساعده. كيف بنساعده؟ بالإسعاف والنقل، بدنا نساعده بالدم. دكتور جورج، أنا كمان بدي أطرق للموضوع سبق وكنت عم بحكي مع عنه كمان، قد إيه مش بس مهم كل إنسان منا يتبرع بالدم لحتى يساعد المريض، قد إيه كمان مهم إنه يتبرع بالدم كرماله هو، لأنه دائما الجسم بحاجة لهذا الموضوع. صح صح. هلا أنت بتعرفي يعني ما راح فوت أنا بالمواضيع الطبية أكثر من الحكمة بس أنا بقدر أقول لك كل واحد بيغير دمه بكل فترة معينة كتير بتساعد الدورة الدموية، وكتير بتخلي تخفف من الجرحى ومن مشاكل القلب ومن كل هالمشاكل إذا قادر صحته بتسمح له يتبرع بالدم. هلا في حالات أنت بتعرفي ما فينا نسحب من الدم، ببين بفحص بالاستمارة وبالأسئلة اللي بيسألوها التقنية بمراكز نقل الدم، ببين إذا قادر يسحب دم ولا مش قادر يسحب دم. نعم. نحن بدنا نشكرك دكتور جورج لأنه اتصلنا فيك وعرفنا أكثر عن موضوع سحب الدم، وأكيد نحن وياك بندعي كل اللي عم بيشاهدوا ذا مورنينج شو اليوم إنه يروحوا يتبرعوا بالدم بمراكز اللي سبق وذكرنا. هيدي مراكز ملحة، وفي بس تأكد حتى بسبيرز على الأنطاري وبطرابلس بيفتحوا 24/24 سبعة أيام 24، وبقية المراكز في منهم للخمسة وفي منهم للتسعة بالليل بيضلوا فاتحين أو 10 بالليل. شكرا لك الأستاذ جورج كتاني أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، فعلا هيدي المؤسسة العريقة لحاملة راية الإنسان وخدمة الإنسان، يعطيكم ألف عافية والله يقويكم.